أتحدث إليكم من قلبي أن تجربة السجن التي أعيشها الآن واحدة من أقصى تجارب الحياة، أو من أقصى تجارب الحياة. هكذا تحدث الناشط القبطي رامي جان، مؤسس حركة مسيحيون ضد الانقلاب، في رسالة من محبسه نشرتها صفحته الشخصية على فيسبوك. وتابع رامي يقول: هناك صراع شبه يومي على النوم، ينام بعضنا ويسهر بعضنا لننام ساعة يوميا على شبر ونصف، فننام منتصبين أو جالسين حتى مرضى. وأضاف قائلا: طلب احتجازي بالمشفى تجاهلوه وحولوني لمستشفى أخرى، تم التنسيق معهم لعدم احتجازي. أنا في يومي 25 للإضراب لتحسين أوضاع المساجين والرعاية الطبية، لكن بغض النظر ولو قتلوني بإهمالهم أنا مستمر في موقفي ودعم للحق. اذكروني في صلواتكم، الحكاية مش إخوان، الحكاية شعب تهان. صحفي مسيحي جاي أتحدث إليكم من قلبي. تجربة السجن التي أعيشها الآن واحدة من أقصى تجارب الحياة. رامي جان، مؤسس حركة مسيحيون ضد الانقلاب، يبعث برسالة من محبسه. رامي القبطي المناهض للانقلاب العسكري يكشف بعض تفاصيل محبسه في قسم شرطة العبور والظروف غير الآدمية التي يعانيها هو والمحبوسون معه من الجنائيين الذين تعمد الأمن حبسه وسطهم، فيقول: هناك صراع شبه يومي على النوم، ينام بعضنا ويسهر بعضنا لننام ساعة يوميا على شبر ونصف. هكذا وصف زنزانته الضيقة التي ذكرت مصادر أنها غرفة لا تسع 5 أفراد تضمه مع نحو 40 سجينا جنائيا. طلب احتجازي بالمشفى تجاهلوه وحولوني لمستشفى أخرى، تم التنسيق معهم لعدم احتجازي. أنا في يومي 25 للإضراب لتحسين أوضاع المساجين والرعاية الطبية. حركة مسيحيون ضد الانقلاب من جانبها حملت وزارة الداخلية ومن قبلها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن سلامة رامي أو تعرضه لأي خطر، كما طالبت في بيان لها بسرعة الإفراج عنه لأنه لم يرتكب جرما بل مارس حقه في التعبير بشكل سلمي تماما وكان مسافرا بطريقة طبيعية عبر مطار القاهرة، مشيرين إلى ظروف اعتقاله في 28 من نوفمبر الماضي. بيان الحركة الذي امتدح وضوح موقف مؤسسها المعتقل من رفض الانقلاب العسكري عاد وأكد على تعرض الحركة نفسها منذ ولادتها للمضايقات المتواصلة سواء من أجهزة الدولة أو من القيادة الدينية المسيحية لتمثيلها حالة تنوع لم يكونوا يريدونها في ظل محاولاتهم لحصر المعركة بين السلطة وقوى الإسلام السياسي فقط. رامي جان المضرب عن الطعام منذ اعتقاله والذي ذكرت مصادر مقربة منه تدهور حالته الصحية اختتم رسالته بقوله: لو قتلوني بإهمالهم أنا مستمر في موقفي ودعمي للحق، اذكروني في صلواتكم. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ عمرو عبد الهادي المحامي وعضو جبهة الضمير. أهلا بك يا أستاذ عمرو، أنت أول من أعلنت عن خبر اعتقال رامي جان يوم 23 نوفمبر. إيه اللي حصل لحد دلوقتي؟ من يوم القبض إيه اللي حصل؟ هو رامي الحقيقة كان المفروض ان هو كان جاي يوم 14/11 وبعدين حصلت له أزمة صحية، لان هو اللي ما عرفش برضو رامي ان هو كان تعرض لحادث. طب اسمح لي استاذ عمرو، انا يعني احنا معنا رسالة من رامي جان مسجلة، نسمعها مع بعض الاول وبعد كده نرجع لاستاذ عمرو عبد الهادي. صدقوني اللي بيحصل معايا هنا انا يعني لا أبالي به. نحن هنا نتعرض لأسوأ أنواع التعذيب البشري غير وحاجة غير أدمية بتحصل معانا. نو قاعدين أكثر من 30 شخص في متر في متر في وسط، يعني أقل حقوق الإنسان حتى اللي هو 3 أشبار على الأرض مش موجودة. تدهور الحالة الصحية هنا، حولوني مرة على مستشفى السلام، مستشفى السلام تقريبا أمر بحجزي راح جايبيني وخلوني اروح لمستشفى اخرى ما يعرفوش حالتي عشان يمشوني على عدم احتجازي، كان احتجازي يعني شيء غلط ولا شيء خطير ما اعرفش. انا عامه مش قلقان ومش مشكله، تهمه لا علاقه لي بيها ولا اعرفها ولا شفتها، لكن مش مشكله، الواحد في الاخر سيقطع امام قضاء وربنا في الاخر هيقول كلمه الحق. لكن الواحد اللي بيشوفه داخل السجن اللي هو خليه لازم يمشي يضرب عن الطعام، يضرب عن كل شيء حتى تتحسن سجون مصر. يا جماعة أنا بتكلم فهموني، بتكلم أنا الإضراب اللي بعمله ده مش عامله عشان رامي بس، أنا عامله عشان مصر كلها، عشان أي مصري في يوم من الأيام يخش السجن يتعامل معاملة حسنة، عشان المصريين كلهم يتعاملوا بكرامة داخل السجون.
مش عشان انا خالص، انا مش فارق معايا. اتقتل كمان اتقتلتش موتوا، دي مش مشكله خالص. هما تقريبا هنا اخر ما يفرقوا مننا هيحولوني على اي سجن عشان يخلوا مسؤوليتهم مني لو مت. اما انا بتكلم عن نقطه ثانيه خالص، بتكلم عن يجب ان يكون لك وقفه امام الظلم اللي بيحصل داخل السجون. انا بتمنى كل اللي بتمناه من ربنا شعب مصر يتجمع تاني، الشعب يرجع تاني ايد واحده، لان صدقوني الحاله بتدهور. اللي مش بريان يعني يا ريت يجي يبص على اللي بيحصل جوه السجون وجوه الاقسام. انتوا مش عارفين حاجه. انا عارفه بقول يا رب بس للمصريين كلهم يذكروني حتى في الصلاه بس باسمي، يقولوا يا رب بس يساعدني او يوقفني على رجلي لغايه يوم المحاكمه، ما توفاش قبليها. اما انا مجرم عن الطعام ومستمر حتى تتحسن حاله السجون، كل السجون المصريه مش بس السجن اللي فيه، ومش بس حالتي انا مش مشكله، اهم حاجه السجون المصريه، لان في مئات زي تعبانين وعيانين ومرميين، في ناس بتموت داخل السجن وبيرموهم يا جماعه، وبيسيبوهم باليوم والبليومين وبعدين بيرموهم. حرام حرام. فانا عن نفسي مستمر في الاضراب، مش هوقف الاضراب بتاعي حتى يتحسن الوضع، وفي الاخر باذن الله مصر اللي هي تنتصر ان شاء الله. طيب دي كانت فقره مسجله من رامي جان من داخل محبسه، رساله مسجله. استاذ عمرو يعني تعليقك عليه ايه؟ يعني انتوا دايما الحياه التسريبات عندكم سباقه يعني. فلا يعني هو طبعا رامي الحقيقه فعلا احنا متابعين، انا كنت اخر واحد كلمته قبل ما يتحبس على طول. طبعا رامي بياكد ان هو واحد، يعني هو طبعا رامي بالنسبه لنا مش عدد، وكل معتقل مش عدد، انما هو رامي طبعا بياكد ان هو مستمر في اضرابه، وبياكد ان همه الاكبر هو مصر، ان احنا نتحد، ودي رساله كل مسجون في مصر عايز يقول للناس اتحدوا. كل مسجون سياسي في مصر بيقول للناس اتحدوا عشان نخلص من القمع والظلم. انا الحقيقه عايز اقول لحضرتك ان هو في 14/11 كنت المفروض انا وسامي كمال الدين هنستناه في المطار، وما جاش لظروف صحيه برضه. مطار الدوحه؟ مطار الدوحه طبعا، لانه كان جاي على استضافه الجزيره الحقيقه، وهو صمم انه يطلع بالزياره مباشره على هنا زي ما جه قبل كده، ورجع بارادته يعني عشان والدته كان ليها ظروف صحيه يعني. لما جه بقى يوم 23 بعت لي قبلها، انا كلمته 12:30 الظهر بالظبط كده، قال لي وقفوني على الباب. يعني ده اول حاجه توقيف. فقلت له طيب انت لسه عندك ساعه على الطياره. كلمني الساعه واحدة، قال لي نقلوني اوضه وقالوا لي برضو استنى. قلت له طيب انت كده ما فيها منع من السفر. واحده اتنين الا ربع مكلمني، لان طيارته كانت 1:30، اتنين الا ربع كلمني قال لي عمرو انا دخلوني اوضه والاوضه دي مقفوله في المطار. وقلت له طب شنطك؟ قال لي نزلوا الشنط من الطياره، فكده يبقى منع من السفر رسمي. ماسكني ليه؟ انا ما اعرفش. ماسكني فين؟ انا ما اعرفش. رامي اللي ما يعرفش كان تعرض الى حادث سطو مسلح على الطريق السريع، وكان هيتم سرقه سيارته، وتصدى ليهم واخد طلقات في جسمه، فمركب شرايح كتير قوي في رجله، الكلام ده من فتره كبيره، وما بيقدرش حتى يقعد على الارض. فهو دلوقتي عنده امراض كتيره جدا. هنتكلم عن موضوع محبسه، ويمكن هو صوته كان واضح جدا في هذه الرساله، لكن خلينا نعرف الموقف القانوني الاول مع الاستاذ عمرو علي الدين عبر سكايب من القاهره، محامي الناشط القبطي رامي جان. استاذ عمرو اهلا بك. الاول يعني عايزين نعرف الموقف القانوني لرامي حاليا. هو الموقف القانوني لرامي جان حتى اللحظة تم عمل إعادة إجراءات في القضية التي يعني لا نعلم لها أصلا ولا نعلم لها فصلا. قضية وضعت في الدفاتر كما يضعون، لا نعلم متى حرر محضرها ومتى نزلت جلسة ومتى حكم فيها. إيه هي التهم الموجهة إلى رامي؟ التهمة للأسف الشديد تعاطي مخدرات. للأسف الشديد التهمة تعاطي مخدرات في قسم شرطة العبور، حرره المحضر في 2013، ثم أخذت رقم كلي في 2014، ثم نزلت جلسة حكم فيها ب10 سنوات في 2014. خرج ودخل الأستاذ رامي جان عبر المطار ولم يوقف من قبل. متى كانت هذه القضية لا نعلم، متى تم تحرير هذا المحضر لا نعلم. تم عمل إعادة إجراءات وفقا للإجراء القانوني، وحدد له جلسة 14/2. للأسف الشديد جلسة 14/2 الحالة الصحية التي بها رامي جان حتى الآن، ورفض مأمور اسم العبور
أن ينقل رجل يعني يعاني آلام المرض. مستشفى السلام أمرت بحجزه ولكن الشرطة رفضت حجزه. تم تحويله إلى مستشفى الدمرداش، ومستشفى الدمرداش تم التنسيق معها لعدم حجزه في المستشفى رغم أنه يعاني من أمراض كثيرة في رجله بعد إطلاق النار عليه كما ذكر الأستاذ عمرو عبد الهادي، وأنه لا يستطيع الجلوس على الأرض، لا يستطيع الجلوس ولا يستطيع أن يجلس على الأرض من الإصابات التي كانت في قدمه، وهو يعاني آلاما من هذا الوضع الآن، ولكن يرفضون أن يحجز رامي جان داخل المستشفى أو أن ينال الرعاية الطبية. إذا كنتم تتحدثون عن أن هؤلاء الإرهابيين المسمين بالإخوان أو غيرهم من داعم الشرعية ليس لهم حق في البلد، طب هذا أنتم تقولون أنه جنائي، أنتم تقولون ظلما وجورا أنه جنائي، أين حقوق الجنائي مثلما يفعل بالبلطجي مخنوخ وبغيره داخل السجون الذين تتاح لهم كل سبل الراحة وكل سبل الرعاية، أين حقوق الإنسان كإنسان، أين حقوق المواطنة يا رجال الذين تتحدثون وتتشدقون بالمواطنة. شكرا جزيلا لك عمرو علي الدين، كنت معنا عبر الهاتف محامي الدفاع عن رامي جان من القاهرة. نتحول إلى عمرو حسن، وماذا يقول المشاهدون حيال هذه القضية وإضراب رامي جان اليوم 25؟ كان في الواقع حملة تضامن واسعة أيمن مع رامي جان الموصوف بالمنسي على مواقع التواصل الاجتماعي. صبري أحمد كتب على صفحتنا على فيسبوك بيقول الكنيسة زي الأزهر، زي القضاء الشامخ، زي الشرطة، كله بيتحرك بأوامر من العسكر حتى لو على دماء شبابه، وذلك وفقا لتعبيره. علي نوفل بيقول قبطي يحب مصر أفضل من ضابط أو قاضي خائن. شمس بتقول مش بعيد يقولوا عليه إخواني ويطلعوا له سيدي هاي على أنه كان بيصلي الفجر، وكأنها أصبحت تهمة في حد ذاتها. بيتر جابرييل بيقول هذا إن دل يدل على شيء واحد، أنها ليست مشكلة دينية أو طائفية أو ليست حرب على الإسلام، إنما هي حرب سياسية على الكراسي. وبالتأكيد مزيد من رسائل التضامن متوافرة على صفحتنا على فيسبوك. شكرا لك عمرو. لكن أستاذ عمرو، التهمة الموجهة إليه تهمة جنائية وليست سياسية، ما قالولوش مثلا أنت بتتكلم في الإعلام ضد النظام المصري ولا بتهين السيسي ولا القضاء المصري ولا الكلام ده. يعني الحقيقة مش عارف رامي يعني، طب كان على الأقل تقسم معايا يعني مش يعني لما هي تهمة يعني مخدرات، أنا ما يعني بصراحة أنا عاشرت رامي يعني ما شفتش حاجة زي كده، بس تقريبا التهمة دي اللي لفقها له يعني وائل الإبراشي، لأن هو اللي كان فتح الموضوع ده قبل كده يعني اللي هو كان قبل الثورة يعني. إنما على الجانب اللي احنا بنتكلم فيه ده، الحقيقة إن مش هتفرق نوعية التهمة، إنما اللي هيفرق فعلا إن أنا الحقيقة النهاردة بابا الكنيسة البابا توادرس بيتضامن مع الشعب الأثيوبي، كان أولى أنه هو يشوف رامي جان، وإحنا كلنا مع رامي جان قلبا وقالبا. شكرا جزيلا لك عمرو عبد الهادي المحامي وعضو جبهة الضمير، كنت معنا في هذه الفقرة وإضراب رامي جان المحبوس حاليا في سجون الانقلاب العسكري. عرضنا في مصر الليلة متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. أكاديمية الشرطة تفصل 40 طالبا وتقول إنها تأكدت من انتماء أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية للإخوان، وجامعة الأزهر تفصل 71 طالبا وطالبة فصلا نهائيا بدعوى تورطهم في أحداث عنف داخل الجامعة.